اهلا بكم يا اصحابي، عايز اكلمكم عن فيروس كورونا. ده فيروس خطير بيصيب الرئتين واعراضه الحمى والسعال الجاف وضيق في التنفس وصداع وفقدان في حاسة الشم والتذوق. لازم احافظ على نفسي اثناء ركوب المواصلات العامة. تم تعطيل الدراسة عشان المحافظة علينا من انتشار الفيروس. تم غلق الكافيهات لمنع التجمعات اللي بتساعد في انتشار الفيروس. تم تخفيض حجم العاملين في المصالح الحكومية والقطاع العام. كل الإجراءات دي للمحافظة على السلامة العامة ليك ولأسرتك ولوطنك. للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ما تنساش تغسل إيدك كويس وتستخدم المعقم وتلبس الكمامة وتبتعد عن المناطق المزدحمة. الفيديو إعداد أستاذة محاسن مغاوري، أستاذة أسماء عثمان، وأستاذة أماني شكري، إدارة المعادي، وشكرا لكم وأتمنى لكم السلامة.